الرئيس السيسي يفتتح مسجد السيدة نفيسة بعد تطويره ويؤكد تبني الدولة خطة لتطوير القاهرة التاريخية. مدبولي يستعرض مشروع عرض مقدم من إحدى الشركات الأجنبية الكبرى لإقامة محطة عملاقة للهيدروجين الأخضر. وشكري يؤكد لرئيس تونس دعم مصر وتأييد الرئيس السيسي لإجراءات وجهود الدولة التونسية لتحقيق التنمية بالبلاد. التاسعة مساء السادسة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من القاهرة. مشاهدينا نسأل هذه النشرة مع الزميلة جاكلين ماهر. إليك جاكلين. شكرا شهندة وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تتبنى خطة لتطوير القاهرة التاريخية، وفي كلمته خلال افتتاح مسجد السيدة نفيسة بعد أعمال التطوير أوضح الرئيس أن أعمال التطوير شملت الضريحة والمسجد والمنطقة المحيطة به. احنا كنا من شهور قليلة في سيدنا الحسين والنهاردة في السيدة نفيسة، وإحنا متحركين أيضا في أن إحنا نكون أنجزنا السيدة زينب. كمان إحنا فتحناها في رمضان للصلاة، لكن نفس الإجراء اللي بيتعمل هنا بيتعمل هناك. والحقيقة اللي بيتعمل ده في إطار خطة الدولة المصرية بتعملها للقاهرة التاريخية عشان نستعيد مكانة مصر في هذا المقام التاريخي العظيم في القاهرة التاريخية. ويمكن احنا متحركين جايين هنا، شغالين دلوقتي في مناطق زي عرب اليسار ومناطق أخرى، الهدف منها وزي ما عملنا كده في منطقة مجرى العيون وغيرنا الواقع الصعب اللي كان موجود، فاحنا متحركين في اطار خطه نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان هو يوفقنا فيها. لكن النهارده تحديدا وجود جلاله السلطان والعائله والمرافقين ليه بنتشرف ان احنا موجودين هنا في مقام طيب وكريم، مقام السيده نفيسه. وزي ما انتم شايفين اتعمل المسجد واتعمل المنطقة المحيطة وأيضا الضريح الكريم، فربنا يا رب يعيننا ان احنا نكمل ما بدأناه ويتقبل منا اللي احنا بنعمله ويعيننا عليه. هذا وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن شكره لطائفة البهرة للمساهمة في أعمال تجديد مساجد آل البيت، مؤكدا أن هذه المساهمة هي عنوان للمحبة والمودة. وشدد الرئيس السيسي على الود والاحترام الذي تحظى به طائفة البهرة في مصر من الدولة ومن المواطنين على السواء. برحب بيك وبشكرك دايما وسعيد دايما أن أنا ألتقي بجلالتك في زيارتك لمصر، وبشكرك شكر جزيل باسمي باسم كل المصريين واسم كل المسلمين على مساهمتكم الجميلة اللي دايما بتبقى عنوان للمحبة والمودة. وهنا مش هنسى أقول إن احنا في مصر، يعني طائفة البحر اللي موجودين هم عايشين وسط أهلهم في مصر بمنتهى الود ومنتهى الاحترام ومنتهى التقدير، وأتصور الناس اللي موجودين يعني شايفين ده وحاسين بيه، مش مننا ومش بس كدولة مهتمة بكده، لكن بص الشعب المصري يعني. كان الرئيس السيسي قد تفقد أعمال تطوير مسجد السيدة نفيسة وقام بتأدية الصلاة فيه، وعقب ذلك استمع الرئيس السيسي لكلمة السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند، التي أعرب خلالها عن شكره للرئيس السيسي وعن سعادته للمشاركة في افتتاح مسجد السيدة نفيسة وذلك بعد أعمال التطوير والترميم. وأعرب السلطان مفضل سيف الدين عن سعادته لقيام الرئيس السيسي بمنحه وشاح النيل لما تمثله هذه البادرة الكريمة من تعزيز الروابط ومتانة العلاقات المتميزة التي تجمع بلاده بمصر على مدار أعوام.
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مالوش فيتشوفيتش نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية صربيا، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الرئيس السيسي نقل تحياته وتقديره للرئيس ألكسندر فيتشوفيتش رئيس جمهورية صربيا، مؤكدا حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات بما في ذلك مجال الدفاع، وكذلك التطلع لتفعيل الشراكة بين الدولتين الصديقتين. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد مالوش فوتشيفيتش نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية صربيا، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس نقل تحياته وتقديره للرئيس ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا، مؤكدا اعتزاز مصر بالروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، وحرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات بما في ذلك مجال الدفاع، كذلك التطلع لتفعيل الشراكة بين الدولتين الصديقتين بما يتناسب مع إمكاناتهما على شتى الأصعدة. من جانبه نقل نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الصربي تحيات وتقدير الرئيس الصربي للسيد الرئيس، مشيدا بما تشهده العلاقات المصرية الصربية من ازدهار، خاصة في ضوء زيارة السيد الرئيس لصربيا في يوليو 2022 وما نتج عنها من زخم متصاعد. كما ثمن ما يشهده الحضور المصري على الساحتين الإقليمية والدولية من تنامي وفعالية تحت قيادة السيد الرئيس، فضلا عن الجهود المصرية الحاسمة في مكافحة الإرهاب على الصعيد الإقليمي بالإضافة لدعمهما للاستقرار والأمن والتنمية، منوها في هذا الإطار بما شاهده خلال زيارته لمصر من تطور تنموي وعمراني مضطرد. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون العسكري والأمني بين البلدين بالإضافة إلى التباحث حول القضايا الدولية محل الاهتمام المشترك، لا سيما الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها الجيوسياسية والاقتصادية عالميا. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس ويليام روتو رئيس جمهورية كينيا، وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين أكدا على الآفاق الواسعة لتطوير العلاقات الثنائية المتميزة ودفع أطر التعاون المشترك بين مصر وكينيا، فضلا عن التوافق بشأن تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين لتعزيز أطر العمل الإفريقي المشترك على النحو الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة المرجوة لدول وشعوب القارة، وتحفيز المسار الرامية نحو تحقيق الاندماج والتكامل القاري على كافة المستويات. وقد تناول الاتصال التباحث بخصوص سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تطورات الأوضاع في السودان وبمنطقة حوض النيل. أصدرت الشركة المتحدة للخدمة الإعلامية قرارا بتعيين رهام السهلي رئيسا لشبكة قنوات دي ام سي. للمزيد ينضم إلينا الأستاذ أحمد الطهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة. أستاذ أحمد برحب بحضرتك. مساء الخير، تحياتي لحضرتك لكل السادة المشاهدين. الحقيقة أولا يعني أتقدم بالتهنئة الشركة المتحدة على اختياراتها اللي أصبحت يعني محل ترحيب واسع من الرأي العام بشكل عام ومن الوسط الصحفي والإعلامي منذ بداية الإعلان عن القيادات سواء في قطاع الصحافة أو في قطاع التلفزيون أو في قطاع الإذاعة. طبعا ألف مبروك للأستاذة الإعلامية القديرة
الأستاذة ريهام سهلي اللي بيحمل بيها كل من يعمل في قطاع القنوات الإخبارية في الشركة المتحدة، ولا أبالغ إذا قلت كل من يعمل في الشركة المتحدة، الكثير من الاحترام والتقدير بما تمثله من قيمة مهنية نعتز بها جميعا. ولا يفوتنا أيضا أن نبارك للأستاذ دكتور محمود مسلم رئاسته لقطاع الصحف في الشركة المتحدة، الأستاذة علا الشافعي رئاستها لتحرير اليوم السابع، الأستاذ مصطفى عمار ورئاسته لموقع وجريدة الوطن، كذلك تعيين الأستاذ أكرم القصاص رئيسا لمجلس إدارة اليوم السابع، وتعيين الأستاذ عبد الفتاح مصطفى رئيسا للراديو 90. مهم إن بعض الأمور تتضح من هذه التغييرات أو فلسفة هذه التغييرات إلى حد مبدئيا هذه التغييرات تم يعني أو التعديلات هي مرتبطة بسياق وليست مرتبطة بأشخاص، برؤية الشركة المتحدة ورؤية مجلس إدارة الشركة المتحدة، وبتستند على مجموعة من المعايير، تمكين الشباب وتقديم جيل جديد من القيادات الإعلامية، تمكين المرأة، أخذا في الاعتبار أن هذه الرؤية أخذت الكثير من التحضيرات على مدار الفترة الماضية. الشركة المتحدة ومجلس إدارة الشركة المتحدة نظم دورات تدريبية للكوادر الشركة على مدار العام الماضي، لا يوجد إصدار إلا وكانت القيادات الوسيطة يتم تدريبها على أعلى مستوى في الأكاديمية الوطنية للتدريب، كل المواقع الإخبارية، كل الصحف، كل القنوات. يمكن إحنا في قطاع القنوات الإخبارية كنا الأوفر حظا إن أرسلنا أكثر من 120 زميل وزميلة من مختلف كوادرنا، وبالتالي من حقنا أن نفخر بهذا الكيان، من حقنا أن نستبشر خير بما جرى من تعديلات حتى الآن. نوجه كل الشكر والاحترام للزملاء اللي أدوا مهمتهم، وندعم كل الزملاء على يعني مهمتهم اللي هم أكيد أداها، ونقدم التحية للسياق العلمي المدروس اللي بيمضي به مجلس إدارة الشركة المتحدة. الموضوع زي ما قلت لحضرتك، لا دي عملية متراكمة من شهور، وكل كوادر المجموعة اللي النهاردة يمكن عدد العاملين اللي يعني بيفتخروا بالانتماء ليها وصل لحوالي 7000 زميل، نصفهم على الأقل في القطاع الإعلامي ما بين قنوات تلفزيونية ومحطات إذاعية وصحف ومواقع. ويعني مش عايز أخذ من وقتي أكثر من كده، ولكن نتمنى المزيد من التوفيق، لأن المشروع الإعلامي المصري يستحق الكثير. ويمكن هذه التعديلات أو التغييرات أثبتت أمر بالغ الأهمية، أن المجموعة أو مجموعة الشركة المتحدة غنية بالكوادر وغنية بقيادات تستطيع أن تقوم بالكثير من المهام في المرحلة. بالتأكيد. أنا بشكرك أستاذ أحمد، شكرا جزيلا. الأستاذ أحمد الطهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة، شكرا جزيلا يا فندم.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمناقشة عرض مقدم من إحدى الشركات الأجنبية الكبرى لإقامة محطة عملاقة للهيدروجين الأخضر في مصر. ناقش الاجتماع عرضا مقدما من إحدى الشركات الأجنبية الكبرى لإقامة محطة عملاقة لتوليد الهيدروجين الأخضر من خلال استثمارات أجنبية مباشرة. وأوضح مجلس الوزراء أن قدرة المشروع من المقرر أن تبلغ 400 ألف طن سنويا من خلال الاعتماد الكامل على الطاقة الشمسية بقدرة 15 جيجاوات، مضيفا أن إنتاج المحطة من الهيدروجين الأخضر سيتم تصديره بالكامل إلى أوروبا، إذ من المستهدف بلوغ صادرات هذا المشروع مليار دولار سنويا. كما أن المشروع سيوفر العديد من فرص العمل. وفي ختام الاجتماع رحب رئيس الوزراء بهذا المشروع طالبا بدء إجراءات دراسات الجدوى الخاصة به. عقد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الخطوات والإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروع تطوير الواجهة السياحية غرب مدينة العلمين الجديدة. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يأتي لاستعراض المخططات الخاصة بإطلاق واجهة سياحية عالمية جديدة على مدار العام في الساحل الشمالي لمصر، تعظيما لما تتمتع به تلك المنطقة الواعدة من مقومات تجعلها منطقة جذب سياحية، وهو ما يتطلب إقامة المزيد من المنشآت الفندقية والسياحية في هذه المنطقة. ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تستهدف من خلال تنفيذ المخطط المتكامل لمدينة العلمين الجديدة كوجهة سياحية عالمية والاستفادة بها بما بها من مقومات وما شهدته من أحداث تاريخية على مر العصور. كما وجه رئيس الوزراء بالعمل على سرعة البدء في تنفيذ أعمال الطرق والمرافق المختلفة التي يتضمنها المخطط، وذلك بما يسمح بجاهزية تنفيذ مختلف مكونات هذا المشروع الطموح. تابع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عددا من المشروعات التي تنفذها وزارة الاتصالات وملفات العمل الأخرى. وخلال اللقاء أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت أن قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري يشهد تطورا غير مسبوق بفضل التحول الرقمي. وعن مبادرة حياة كريمة أوضح وزير الاتصالات أن مشاركة الوزارة في مشروعات المبادرة ترتكز على أربعة محاور متوازية، وهي تحديث مكاتب البريد وتطويرها وتوصيل خدمة الإنترنت فائق السرعة من خلال مد كابلات الألياف الضوئية وتطوير المهارات والثقافة الرقمية لأهالي قرى حياة كريمة وتحسين جودة خدمات الاتصالات من خلال تزويد القرى بمحطات شبكات المحمول، مؤكدا حرصه على المتابعة المستمرة لهذه المشروعات. قام وفد رفيع المستوى برئاسة نائب محافظ البنك المركزي لجنوب السودان بزيارة البنك المركزي خلال الفترة من 30 من يوليو إلى 3 من أغسطس، وذلك في إطار مذكرة التفاهم السابق توقيعها بين البنكين عام 2021. وقد رحب حسن عبد الله محافظ البنك المركزي بالوفد الذي رافقه مجموعة من خبراء البنك الدولي، وأكد على الاستعداد التام لتعزيز القدرات الرقابية والمصرفية لدولة جنوب السودان ونقل التجارب والخبرات المصرية في مجالات الرقابة على البنوك وإدارة المخاطر المختلفة ونظم الدفع والشمول المالي والتشريعات المصرفية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وخلال الزيارة قام الوفد بجولة شملت العديد من المؤسسات والجهات ذات الصلة بالقطاع المصرفي، منها المعهد المصرفي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
نقل وزير الخارجية سامح شكري رسالة من الرئيس السيسي إلى الرئيس التونسي قيس سعيد، وذلك خلال اجتماعهما في قصر قرطاج. وأكد المتحدث باسم الخارجية سفير أحمد أبو زيد أن وزير الخارجية نقل خلال اللقاء دعم مصر وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراءات وجهود الرئيس قيس سعيد والدولة التونسية التي تهدف إلى بناء مستقبل أفضل للشعب التونسي الشقيق وتحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد. هناك تجانس في التجربة ورؤية مشتركة في أهمية تحقيق استقرار الدولة والحفاظ على مؤسساتها والإقدام على الإصلاح الشامل، إصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بما يؤكد الهوية للدولة ومؤسساتها وما يقوم به القيادتين من جهد مشترك في هذا الأمر هو شيء نعتز به كثيرا. الجهد اللي نبذله والالتقاء بالعلاقة تأتي دائما من خلال تكثيف التشاور واللقاءات والرؤية فيما يتعلق بالإجراءات التي نستطيع أن نأخذها لتحقيق المصلحة المشتركة. ونوه شكري بأن الحوار السياسي بين مصر وتونس أكد وجود أرضية مشتركة من التفاهم ورغبة سياسية للعمل المشترك لمواجهة التحديات، كذلك وجود رغبة للارتقاء بجوانب العلاقات بكل المناحي. الحوار السياسي مرة أخرى أكد وجود أرضية مشتركة من التفاهم والرغبة والإرادة السياسية للعمل المشترك لمواجهة التحديات. كان جزء وفير من هذه المشاورات تركز على العلاقة الثنائية سواء سياسيا أو اقتصاديا أو ثقافيا، ووجود رغبة للارتقاء بالعلاقة في كل هذه المناحي. سوف نستمر في هذه المشاورات. تناولنا التحديات الإقليمية والعمل المشترك فيما بيننا وبين أشقائنا في تونس هي التي تعزز من قدرتنا على مواجهة التحديات في أجواء مضطربة. عقد الحوار الوطني جلستان متخصصتان للجنتي التعليم والقضية السكانية ضمن المحور المجتمعي، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث تناقش لجنة التعليم قضايا التعليم قبل الجامعي، كما تناقش لجنة القضية السكانية تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية، وذلك بمشاركة عدد محدود من الحضور من ذوي الخبرة والتخصص والمعنيين بالقضايا التي تمت مناقشتها في الجلسات العامة، وذلك بهدف الخروج بتوصيات نهائية ذات قابلية أكبر للتنفيذ، تمهيدا لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني ومن ثم رفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي. أكد الفريق أسامة ربيع الرئيس هيئة قناة السويس أن حركة الملاحة بالقناة تعمل بصورة منتظمة من الاتجاهين ولم تتأثر بأعمال انتشال القطرة الغارقة فهد، حيث شهدت القناة على مدار اليوم الثلاثاء وأمس عبور 146 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 8,400,000 طن، كما أعلن رئيس هيئة قناة السويس نجاح عملية انتشال القطرة فهد وإخلاء المجرى الملاحي للقناة، مشيدا بجهود فريق الإنقاذ البحري وكافة العاملين المشاركين في عملية الإنقاذ من الإدارات المختلفة والتي تضافرت جهودهم لإتمام أعمال الإنقاذ البحري بكفاءة وخلال وقت قياسي ودون التأثير على حركة الملاحة بالقناة. كان لأبناء سيناء نصيب كبير من الهجمات الإرهابية، وهو ما دفع القبائل السيناوية إلى الدخول على خط المواجهة جنبا إلى جنب مع قوات مكافحة الإرهاب، وأعلنت عزمها على مشاركة الجهات المعنية في معركتي الإرهاب والتنمية التي شهدتها سيناء خلال السنوات العشر الماضية. خاضت مصر منذ ثورة 30 يونيو عام 2013 معركة كبرى لمواجهة خطر الإرهاب واكتساث وجوده من أرض مصر
وكان لقبائل سيناء دور محوري في تلك المعركة التي حققت فيها مصر نجاحا كبيرا، إذ اصطفت إلى جانب القوات الأمنية والعسكرية في التصدي للعناصر الإرهابية، سواء عبر المواجهات العسكرية التي أسهمت في نجاحها أو عبر جهودها في المشاركة في المشروعات التنموية التي تشهدها أراضي سيناء. فقد كان لأهالي سيناء نصيب الأسد من الهجمات الإرهابية، سواء عبر استهدافهم بشكل مباشر، خصوصا أنهم أدوا دورهم السامي بالتعاون مع قوات مكافحة الإرهاب، أو عبر استهداف المرافق الخدمية التي يستفيد منها المواطنون من محطات للمياه ومنشآت تعليمية وصحية وغيرها. استهداف دفع القبائل السيناوية إلى الدخول على خط المواجهة جنبا إلى جنب مع قوات مكافحة الإرهاب ضد العناصر التكفيرية، وشاركت بقوة الجهات المعنية في معركتي الإرهاب والتنمية التي شهدتها سيناء خلال السنوات العشر الماضية، ولازالت تخوض مع الدولة معركة البناء الكبرى. وخلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية، رحب الرئيس السيسي بشيوخ سيناء وأثنى على تعاونهم مع الدولة، مؤكدا استهداف الدولة لتحقيق تنمية حقيقية في سيناء. تعاونكم وصبركم والمعاناة اللي انتم عانيتوا فيها خلال الثمان سنين اللي فاتوا دول، احنا كمسؤولين مش هننساهم. ولما بقوله دلوقتي معانا هنا بقوله عشان المصريين ما ينساهمش. واللي بنعمله في سيناء من محاولة ان احنا يعني نعمل تنمية حقيقية لها، هو في الآخر أمر مستحق تستحقه إن إحنا نعمل ده وزيادة ونصرف على ده ونزيد. لكن أنا حبيت بس أقول لينا كلنا إن إحنا مش عايزين، وإحنا لأن إحنا كنا بنفتكر في كل واقعة استشهاد نفتكر الموضوع ده، الموضوع خلاص خلص، بس خلص بالتمن، تمن كبير. فبنشكركم وتحياتي لكل أهل سيناء، أنا باسمي وباسم كل المصريين. هذا التقدير من القيادة السياسية لجهود أبناء وقبائل سيناء هو تأكيد على تاريخهم النضالي ضد كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن سيناء، سواء كان محتلا أجنبيا أو إرهابيا يحمل السلاح ضد أبناء الوطن، وتأكيدا على أن معين عطائهم لم ينضب، وأنهم مستمرون في تقديم أرواحهم وجهدهم في سبيل الحفاظ على أمن بوابة مصر الشرقية وتنميتها. الاهتمام بشبه جزيرة سيناء والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في شبه الجزيرة الغالية لم يكن أمرا هينا، خاصة مع الإهمال الذي عانت منه سيناء على مدار عقود ماضية وتفشي للتنظيمات الإرهابية والإجرامية، إلى أن أولت الدولة بتوجيهات من الرئيس السيسي اهتماما بالغا لتطهير شبه الجزيرة من البؤر الإرهابية والشروع في عملية تنموية شاملة في كل المجالات. ما بين معركة التعمير والحرب على الإرهاب، خاضت الدولة ملاحم في سيناء خلال السنوات الماضية. فقد جاءت ثورة 30 من يونيو لتواجه الإرهاب والتطرف الذي تم زرعه في أرض الفيروز،
وخاضت القوات المسلحة والشرطة معركة بطولية لتطهير الأرض من دنس الإرهاب الذي أرادوا له أن يكون خنجراً في خاصرة الدولة المصرية ويثنيها عن طريقها الذي رسمت خريطته في 3 يوليو 2013. وفي الوقت الذي كانت يد الجيش تحارب الإرهاب في سيناء كانت يد الدولة تمتد إليها بالتعمير والتنمية حتى جعلت من أرض الفيروز أرضاً للنماء والخير لمصر وباتت شبه جزيرة سيناء تجمع كل مكونات التنمية الشاملة ونفذت الجهات المعنية جملة من المشروعات القومية الزراعية والصناعية والخدمية والسياحية مستفيدة في ذلك من المقومات الطبيعية والتاريخية لسيناء ومدن القناة وزادت قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لهذه المشروعات بأكثر من 15 ضعفاً مسجلة 73 مليار و300 مليون جنيه عام 2022-2023 مقابل 4 مليارات و800 مليون جنيه عام 2013-2014. وعلى غرار دورهم المحوري في مواجهة الإرهاب كان أبناء سيناء في مقدمة المشاركين والمساهمين في جهود التنمية انطلاقاً من وعي حكومي وشعبي مشترك بأهمية إشراك المواطنين في جهود وعوائد التنمية بما يكفل تحقيق التوازن بين الأمن والتنمية والسلم الاجتماعي حيث كانت شركتا أبناء سيناء ومصر سيناء مساهمتين رئيسيتين في المشروعات التنموية المنفذة وعلى مدار السنوات الماضية تبدل الحال وتغيرت الأوضاع في سيناء بعد أن مدت الدولة شبكة طرق ضخمة غير مسبوقة لتكون شرياناً للحركة والتنقل والتجارة والاستثمار إلى جانب إقامة المشروعات التنموية الاقتصادية الصناعية والزراعية والسياحية داخل أرض الفيروز ومع دوران عجلة التنمية في سيناء عادت الحياة إلى طبيعتها بفضل تضحيات رجال الجيش والشرطة على مدار السنوات الماضية وهو الأمر الذي كان محل إشادة وتقدير من القيادة السياسية وأهالي سيناء.
يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جهوده لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا بكل محافظات الجمهورية، حيث أطلقت مؤسسة راعي مصر للتنمية أحد كيانات التحالف قافلة طبية لأهالي الفرافرة وأبو الهول والكفاح بمحافظة الوادي الجديد، كما نظمت مؤسسة أبو العينين الخيرية زيارة لمركز أبو بكر الصديق لعلاج الفشل الكلوي بصفت اللبن ودار نداء عمري لاستضافة المسنين بفيصل لتقديم أكثر من 300 وجبة غذائية تم تجهيزها خصيصا وتحت إشراف الأطباء المعالجين لمرضى الفشل الكلوي. وفي محافظة الدقهلية قامت جمعية الأرمان الخيرية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة بتنظيم معرض خيري لتوزيع أكثر من 10,000 قطعة ملابس وأحذية بالمجان على الفئة الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا وتماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وفقا لخطة الحماية الاجتماعية. واصل التحالف الوطني للعمل الأهلي توزيع شنط المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظات، حيث قامت مؤسسة العربي للتنمية إحدى أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتوزيع 3750 شنطة مواد غذائية تزن 10 كيلوغرامات من السلع الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا في مختلف مراكز محافظة أسيوط. يأتي ذلك في إطار دعم التحالف الوطني لمبادرات الدولة ومساهمة منه في تلبية احتياجات المواطنين من السلع المختلفة المجانية والمدعومة من المؤسسة. في إطار الخطة السنوية لمؤسسة العربي بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، احنا النهارده نازلين محافظة أسيوط مستهدفين 3750 أسرة، واحنا النهارده تحديدا في مركز أبو تيج قرية الزرابي. المركز إن شاء الله موزعين فيه النهارده 850 أسرة. احنا بنختار الحالات دي عن طريق الجمعيات القاعدية اللي في المحافظة، بنختارهم بنوزع عليهم بنات وبيجوا هم بالحالات بنفسها برقم القومي، بنسلم عليهم بنسلمهم الشنطه المواد الغذائيه. بنختار الحالات بعنايه عن طريق المناديب بتاعتنا، طبعا المناديب برضو بتاعتنا بتبقى شغالين معانا ليها سنين، طبعا الحالات اللي هي اكثر استحقاقا، وبنختار الحالات بعنايه وشبه ان احنا بنختار الحالات اللي هي معاها اسر صغيره اطفال صغيره، واغلب حالاتنا رام مطلقين وذو احتياجات. والشنطه بتاعتنا مكونه عن 3 رز 3 سكر 2 مكرونه 1 فاصوليا 1 دقيق. نظمت قوافل راعي مصر بالمشاركة مع التحالف الوطني قوافل طبية بقرية بني مجدول في محافظة الجيزة في إطار الكشف على المواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية مع توفير الأدوية المجانية والأطباء في مختلف التخصصات. بقرية بني مجدول في محافظة الجيزة نظمت قوافل راعي مصر بالمشاركة مع التحالف الوطني قوافل طبية للكشف على المواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية مع توفير الأدوية المجانية والأطباء في مختلف التخصصات. النهاردة احنا في قرية بني مجدول في كرداسة في الجيزة، زي ما حضرتك شايفة بنكشف على اخواتنا واهالينا. معنا تقريبا 5 تخصصات، رمد، بطنة، عظام، أسنان، أطفال. إحنا كمان عندنا خدمة ما بعد القافلة، يعني في بعض الحالات بتبقى محتاجة نظارات مثلا، إحنا معانا يعني نظارات بنقدر نقدمها للمستفيدين. عندنا بعض الحالات محتاجة العمليات زي عمليات المية البيضاء، المية الزرقاء، عمليات تخص العظام، المفصل، تغيير مفصل أو الكتف أو كده، دي برضو إحنا بنقدمها فيما بعد للحالات المستفيدين الغير مؤمن عليهم، ما عندهمش أي تأمين صحي أو غيره. تقدم القافلة خدمات الكشف الطبي لأكثر من 400 حالة من مختلف الأعمار، وإجراء كافة الفحوصات اللازمة ما بين عمليات الرمد والعظام وتوفير الأطراف الصناعية، بالإضافة إلى قافلة أطفال أصحاء للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية مع نشر البهجة عليهم من خلال توزيع البالونات الملونة والرسمي على وجوه الأطفال. حاجة مشرفة وحاجة جميلة، وهم زي ما انت شايف حضرتك كده قافلة وخدمة للناس كلها، وبيوفروا على الناس طبعا ان هم يركب مواصلات يروح يكشف هنا او هنا، فحاجة جميلة الصراحة من القافلة، والناس كلها مبسوطة
إقبال غير مسبوق النهاردة في القافلة في بني مجدول، فحاجة دي نحمد ربنا عليها. نشكر كل الناس اللي هم كانوا لهم دور في وجود القافلة النهاردة. قافلة طبية ممتازة جميلة، فحاجات كويسة، الدكاترة هنا كويسين، ناس كويسة بيعملوا المرضى حاجة كويسة، بيدوهم العلاج اللي هم عايزينه، حاجة يعني كويسة، وبيخدموا البلد كتير وبيدوا علاج للناس، وكافلة يعني حلوة للبلد، الناس اللي على قدها. التحالف يهدف لتحقيق الرعاية الصحية للمناطق والقرى الأكثر احتياجاً، وتجهيزها بأحدث الإمكانات لتأدية مهامها على الوجه الأكمل، من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين ضمن خطة الدولة الشاملة لتطوير القطاع الصحي. ريهان فيكتور، إكسترا نيوز. يتواصل تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة المنوفية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والنهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تابع وزير التنمية المحلية هشام أمنة آخر المستجدات الخاصة بالمشروعات التي يجرى تنفيذها على أرض المحافظة، وبصفة خاصة الموقف التنفيذي لبدء تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية ودخولها الخدمة واستقبال المواطنين ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ومجمعات الخدمات الحكومية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بسرعة إنهاء كل الأعمال لارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن القيادة السياسية تولي ملف كفالة الأطفال رعاية واهتماما خاصا، حيث يتم التوسيع في وضع السياسات الضامنة لمصلحة الأبناء الفضلة وتسهيل الإجراءات الخاصة بالكفالة. وخلال رئاستها لقاء تشاوريا حول تحديات الأسر الكافلة، أشارت وزيرة التضامن إلى أن هناك رؤية إيجابية تستشرف مستقبلا بدون مؤسسة رعاية، وذلك لأن الطفل مكانه الطبيعي للتنشئة الصحية والسوية تكون داخل أسرة سواء طبيعية أو ممتدة أو كافلة. وشهدت الجلسة مناقشة تحديات الأسر الكافلة الخاصة بنموذج اتفاق الكفالة الذي يتم بين وزارة التضامن الاجتماعي والأسر الكافلة. قالت الأمم المتحدة إن الصراع المتصاعد في السودان أدى إلى نزوح أكثر من 4 ملايين شخص، بما في ذلك أكثر من 884,000 شخص فروا إلى الدول المجاورة. وأوضح المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة للاجئين أن الأزمة في السودان أدت أيضا إلى تفشي الأمراض وزيادة سوء التغذية، مشيرا إلى أن النقص المزمن في العاملين الصحيين وكذلك الهجمات على الموظفين قد أضر بشكل كبير بجودة الرعاية الصحية في جميع أنحاء السودان. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية تنفيذ عملية تمشيط واسعة شملت مناطق أم درمان القديمة والشهداء وسوق أم درمان. وأكد الجيش السوداني تكبيد الميليشيات خسائر كبيرة تضمنت مئات القتلى والجرحى. أحال مجلس النواب الليبي مشروعي قانون انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب إلى لجنة 6+6، وذلك بعد إبداء ملاحظات أعضاء المجلس. وكان رئيس البرلمان عقيلة صالح قد دعا الأسبوع الماضي لعقد جلسة لبحث مخرجات لجنة 6+6 المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن الانتخابات الرئاسية والتشريعية. شدد اللقاء التشاوري بين رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وعدد من الوزراء على وجوب الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية يقود عملية الإنقاذ والتعافي. وأجمع المشاركون في اللقاء على أن لبنان يمر بمرحلة من أخطر مراحل تاريخه، مليئة بالأزمات والتحديات السياسية والاقتصادية والمالية. ودعا المشاركون القوى السياسية إلى التشبث بميثاق العيش المشترك والتخلي عن كل ما قد يؤدي إلى المساس بالوحدة
اللبنانية، كما دعوا السلطات والمؤسسات إلى التمسك بالهوية الوطنية. قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن المسجد الأقصى المبارك في خطر بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي. وأضاف فتوح أن التصارع بين المتطرفين والأحزاب اليمينية ووزراء الحكومة الإسرائيلية والمحاولات اليومية المتكررة لاقتحام المسجد ومحاولات وضع حجر الأساس لبناء الهيكل الثالث المزعوم داخله من قبل أعضاء منظمة أمناء الهيكل مقدمة لمخططات سوف تستهدف المسجد. وطلب فتوح بتشكيل لجان دولية من الخبراء للكشف عن الحفريات أسفل المسجد الأقصى والبلدة القديمة. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن أوكرانيا لا تسعى للحرب، لكنها سترد بالمثل على أي هجمات روسية في البحر الأسود. وفي وقت سابق أكد مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندري يرماك أن تنفيذ صيغة السلام التي طرحها الرئيس زيلينسكي بمثابة استعادة احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. أعلن جهاز الأمن الأوكراني إحباط محاولة قراصنة روس اختراق نظام المعلومات القتالية التابع للقوات المسلحة الأوكرانية. وأوضح جهاز الأمن أن جهاز الأمن الأوكراني قام بمنع أعمال غير قانونية من قبل قراصنة روس حاولوا اختراق الشبكات العسكرية الأوكرانية وتنظيم عملية جمع معلومات استخباراتية. وأشار إلى أن القراصنة حاولوا الدخول إلى معلومات حساسة بشأن مواقع وحركة قوات الدفاع ودعمها الفني. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن الوضع في النيجر مقلق للغاية. وأكد بلينكين أن واشنطن تدعم الجهود الإقليمية المبذولة من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي في النيجر. ومن المقرر أن يجتمع رؤساء دول غرب أفريقيا في العاصمة النيجيرية أبوجا الخميس المقبل لبحث التطورات في النيجر. بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس جنوب افريقيا سيريل رامافوزا هاتفيا سبل تعزيز التعاون بين روسيا والدول الافريقيه في ضوء قمه سان بطرسبرغ الاخيره. واكد الكرملين التزام الرئيسين بشان جدول الاعمال الدولي الحالي بما في ذلك الاستعدادات لقمه بريكس المقبله في 23 و24 من اغسطس بجوهانسبرغ. أكدت الصين أنها ستتخذ كل الإجراءات الضرورية للمحافظة على سيادتها في بحر الصين الجنوبية. ودعت وزارة الدفاع الصينية الفلبين لوقف ما وصفتها بأنشطتها الاستفزازية. وأضافت الوزارة أن الولايات المتحدة ليست طرفا في قضية بحر جنوب الصين ولا يحق لها فرض الإملاءات. دعا الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول إلى إعطاء الأولوية لبناء قدرة الردع ضد التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية. جاء ذلك أثناء ترأسه الاجتماع الثاني للجنة الابتكار الدفاعية الرئاسية، حيث أشار الرئيس يون إلى أن البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية. وشدد يون على أهمية القيادة الجديدة لعمليات الطائرات بدون طيار والمقرر إطلاقها الشهر المقبل، وقيادة العمليات الدفاعية في حالة قيام كوريا الشمالية بغارات بطائرات مسيرة. أكدت الحكومة اليابانية أن الردع النووي الأمريكي يعد أساسيا وفعالا لأمن البلاد. تلك التصريحات جاءت بعد أن وصف عمدة هيروشيما الردع النووي بالحماقة، وذلك خلال إحياء البلاد للذكرى 78 لإلقاء القنبلة الذرية. وقال هيروكازو ماتسونو المتحدث باسم الحكومة اليابانية إن الحكومة لديها ثقة تامة بالتزام الولايات المتحدة بالوفاء بتعهداتها بموجب المعاهدة الأمنية اليابانية الأمريكية. قررت لجنة الانتخابات الباكستانية منع رئيس الوزراء السابق عمران خان من العمل السياسي لمدة 5 سنوات. جاء ذلك بعد نقل خان إلى سجن في منطقة أتوك لإدانته بتهمة الكسب غير المشروع. وهو الأمر الذي استنكره خان وصفا السجن بأنه غير مناسب للسجناء السياسيين. We'll be right back.
أكد وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مواصلة تقديم المنطقة الدعم الكامل لجميع المستثمرين العاملين في نطاقها من خلال حزمات مختلفة من حوافز الاستثمار. جاء ذلك خلال تدشين مصنع صيني بنطاق المطور الصناعي تيدا مصر لخط إنتاج جديد، والاتفاق على الافتتاح الرسمي لخط الإنتاج وإطلاق أول منتج بأياد مصرية خلال أغسطس الجاري للسوقين المحلية والخارجية. وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يمكن مشتري الصادرات الزراعية الروسية من الدفع بالروبل بدلا من الدولار، وهي خطوة تصفها موسكو بأنها وسيلة لتخفيف الضغط على العقوبات على الدول التي لا تزال صديقة معها. كما وقع الرئيس الروسي مرسوما ينص على تعليق اتفاقيات ازدواج الضريبي بين روسيا والدول غير الصديقة والتي فرضت عقوبات على موسكو. هذا وفرضت دول غربية العديد من العقوبات الاقتصادية على روسيا ردا على العملية العسكرية في أوكرانيا في فبراير من العام الماضي. توقع بنك جولدمان ساكس أن الاقتصاد الأمريكي سيفقد وظائف على مدار العامين المقبلين بسبب ديون الشركات البالغة تريليوني دولار. وقال البنك الأمريكي في مذكرة إن تكاليف الفائدة المرتفعة المرتبطة بإعادة تمويل ديون الشركات ستؤدي إلى خفض النفقات الرأسمالية وإلغاء نحو 5000 وظيفة شهريا في عام 2024، وقد يتضاعف إلى خسارة 10000 وظيفة شهريا في 2025. ضربت عواصف قوية مناطق واسعة من شرق الولايات المتحدة ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل، فيما يزال مئات آلاف الأشخاص محرومين من الكهرباء. هذا وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية من عواقب احتمال وصول إعصار شديد إلى العاصمة واشنطن خلال الساعات القادمة، مصحوبا برياح مدمرة تتجاوز سرعتها 120 كيلومترا وموجات من تساقط حبات البرد. كما حثت المواطنين على البقاء في منازلهم بعيدا عن النوافذ أثناء اجتياح العاصفة. يأتي هذا في الوقت الذي تسببت فيه العاصير والعواصف الرعدية والتي امتدت حتى ولاية نيويورك في مقتل شخصين على الأقل، فضلا عن إلغاء أكثر من 2600 رحلة جوية. تواصل السلطات الروسية جهود مكافحة الحرائق في أقصى شرق البلاد، وبحسب السلطات المحلية في منطقة ياكوتيا اندلع ما يقرب من 100 حريق في منطقة تزيد مساحتها عن 125 ألف هكتار، ويشارك أكثر من 2600 شخص ونحو 90 مركبة في إخماد الحرائق. تتعرض إسبانيا لرابع موجة حارة هذا الصيف، والمتوقع أن تستمر حتى يوم الخميس المقبل، الأمر الذي يزيد خطر اندلاع حرائق الغابات. هذا وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن ذروة الموجة الحارة ستكون الأربعاء، ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 44 درجة في المناطق المحيطة بالعاصمة مدريد وفي مدينة جيان. ورياضيا، تأهل منتخب الوطني للناشئين لكرة الطائرة تحت 19 سنة إلى ربع نهائي بطولة العالم للطائرة، وذلك بعد فوزه على نظيره كولومبيا بثلاثة أشواط لشوط في دور 16 ببطولة العالم بالأرجنتين. كان المنتخب الوطني فاز على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 3-1 في ختام مواجهته بالدور الأول ببطولة العالم بالأرجنتين. ودعا المنتخب المغربي للسيدات بطولة كأس العالم، وذلك بعد خسارته أمام المنتخب الفرنسي برباعية نظيفة في الدور 16. ومن المقرر أن يواجه فرنسا يوم السبت المقبل في الدور ربع النهائي منتخب أستراليا. والآن ومشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، ولم يتبقى فيها إلا تذكرة بأهم ما جاء فيها من عناوين.
الرئيس السيسي يفتتح مسجد السيدة نفيسة بعد تطويره ويؤكد تبني الدولة خطة لتطوير القاهرة التاريخية. ومدبولي يستعرض مشروع عرض مقدم من إحدى الشركات الأجنبية الكبرى لإقامة محطة عملاقة للهيدروجين الأخضر. وشكري يؤكد للرئيس تونس دعم مصر وتأييد الرئيس السيسي لإجراءات وجهود الدولة التونسية تحقيق التنمية بالبلاد. لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكي آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة. تقبلوا تحية الزميلة شاهين عبد الرحيم وأنا جاكلين ماهر. إلى اللقاء بإذن الله.